ذكرى. مشاهدينا اهلا مستمرين في امسيه رمضان كريم على شاشه العربي 2 دائما مع الفنانه رنين الشعار ضيفتنا دائما، وايضا مع الاستاذ عبد الكريم الشعار، بالاضافه ايضا الى الممثل اسعد رشدين اللي هو ضيفنا في حلقه اليوم، واللي بدينا نتحدثوا معاه عن الدراما، عن الاعمال الرمضانيه، عن اجواء رمضان. الان مش نتحدثوا معاه على موضوع بعيد نوعا ما شوي على الفن. استاذ اسعد، اثرت ضجه الفتره الاخرى بعد القرار اللي اتخذته انه ترشحت للانتخابات النيابيه اللبنانيه. ما هذا القرار؟ لماذا اتخذت هذه الخطوه تحديدا؟ انطلاقا من الاوضاع السائده، يعني اللي وصلت لمرحله أزيتني من الداخل، لانه عانينا حياتنا. انا بيت فقير، نعتبر فقير، بيت عادي، اقل من عادي اذا بدك. عشنا كل حياتنا بمعاناه لحتى نوصل لمحل. كل ما كنا نوصل درجة معينة تجيك خبطة تردك. هلا كنت عم بحكي مع أختنا رنين إنه بال 93 94 كنت أنا مدرس خريج دار المعلمين، يعني كل نورمال، وتعلمت بحدود 25 سنة وقررت إني أتفرغ للفن. قدمت استقالتي من التعليم التدريس، ومضطر تقدم استقالتك بأول السنة الدراسية وينهو خدماتك بآخر السنة الدراسية، بتقبض سنتك، بتقبض الصيف، وبيعملوا لك حسابات وبيعطوك تعويضك أو تقاعدك. أنا طلبت تعويض على أساس بستفيد بعمل شيء. لما قدمت استقالتي عملت حسابي بيطلعوا قيمتهم مصريات اللي بقبضهم بالليرة اللبنانية 40,000 دولار تحديدا 39,700 دولار. لما تسرحت في اخر السنه طلعوا 3,900 دولار. ليه؟ كان الدولار ب 300 لما قدم استقالتي، بخلال السنه وصل ل 3,000، فبالتالي ال 40,000 صاروا 4,000، 39,000 صاروا 3,900. يعني تقريبا اللي صار حاليا أول بوكس جديد. صحيح، هذا اول بوكس اكلته بحياتي، وأصلاً بعرف وتعلمت، ومن هونيك قررت بإني أمن مستقبل لأولادي غيرهم. مع محبتي لبلدي رح أموت فيه، رح مش تاركه أنا شخصياً ولا لحظة. رحت فترة اشتغلت يعني. وأمت له مستقبل وأمت له وطن بديل إذا بدك. وهيين رجعت، وتوقعاتي كانت مثل ما عم نوصل فيها لهون. شو بدك تعمل؟ هلأ أنا صرت بمرحلة عائلتي كبرت، كلهم مدبرين حالهم، ممن عليهم نفسيا ومعنويا وجسديا، ومرتاح بالي من مستقبلهم، وانا ماشي حالي. بدك تعمل شيء. كان في روح شوي بتعرف تغيير وهيك، انتفاضه وهالشباب والاخره، يعني بركي اولادي بيحبوا يرجعوا. هلا اذا بالبلد بيرجع بينتظم، هلا بيرجعوا بنفس اليوم اللي دغري، يعني هالقد بيحبوا هون، هالقد مش قادرين كتير يكونوا مرتاحين ومبسوطين برا. لسبب كانت هالحركة الانتفاضة شاركنا فيها مثل ما بنقدر يعني، بس ما تركيبي كتير غلط. أنا رفعت سقف المواجهة لوصلنا لمرحلة تانية. أنا أترشح، وإذا قدرت أوصل أو من خلال هالفترة الترشح بعلي صوتي أكثر وبركي يوصل لمطرح. هو تقريبا اللي تحدثت عليه، لأنه نقطة مهمة جدا. نحن من 17 أكتوبر 2019 تقريبا. صحيح. وأنه بدينا نشوفه في هالحراك الشبابي، بدينا نشوفه في أفكار تختلف عن الفكر السائد، خاصة فيما يتعلق بالضبط فيما يتعلق بالانتماءات السياسية في لبنان. ولينا نشوفه برشا ناس تتحدث على المدنية، على الأفكار الجديدة، على الأفكار اللي تكون بعيدة كل البعد على اللي عرفناه طيلة العقود المضت في سياسة لبنان تحديدا. بالنسبة لك أنت، هل عندك إيمان بأن هالشباب هذا قادر يغير، قادر يوصل نهار إلى أنه يعمل تغيير على الرغم من كل المصاعب اللي تحيط به، وخاصة في هالفترة؟ الشباب عنده نية، كله عنده نية وعنده الإرادة، وبيقدر يغير لو سمحت الظروف. إنما بهيدا البلد في 50% بدهم يغيروا، وفي 50% ما بدهم يغيروا. وبالتالي موقع
بلس 1 سانول ماينس 1 بلس 1 زيرو تجمد يعني عربة خيل عم يشد فيها حصان بهالاتجاه وحصانها بفتر الشيء او بتنكسر بتنفتح اثنين او بتضلي واقفه مطرحها بأسوأ الحالات لسبب بس ما بدي انا يأس وما بدي الناس تفقد الامل المطلوب الا نستسلم الا نستسلم ولو كنا مش شايفين امل بس ما نستسلم. طيب حتى رنين يمكن تشاركنا بالموضوع هذا لانه مهم التغيير في لبنان خلينا نتحطوا من مجالكم هل ايضا مجال الفن ان كان فن غناء او كان مسرح او سينما هل ايضا بحاجه الى تغيير من ناحيه يمكن هيئاته الاداريه او نقاباته هل هذا بحاجه ايضا الى تغيير ام لا؟ ما رأيك؟ رأيي رنين ما حابب الجواب المؤسسات في الوطن في البلد في الدولة في هالكيان المؤسسات هي بتصنع مؤسسة هاي تربوية اجتماعية ثقافية زراعية إلى آخره هاي المؤسسات هي بتكون أو البلد بيكون صورة عنها أو هي بتكون صورة على البلد بالضبط لسبب كل شيء بحاجة كله الى تضبيط وتغيير لانه كلها متفككه نفس تفكك الدوله طبعا كل التشرذم اللي بالدوله كدوله هو التشرذم موجود طبعاً. شوف اربع خمس نقابات من فرد اتجاه بتشوف عرفتي والخلافات ذاتها بتتظاهر وبتساهم فيها الدوله التشتت والتشرذم الدولي بتعطي بتضحك لهيدا وبيجي هداك كمان بتضحك له شوي وبتعطي هيدا شوي مصاري بتعطي شوي شوي وبالتالي كل مؤسسات هيدا البلد هي دويلات مصغرة يعني التربية الثقافي الفن كله الاقتصاد كله على صغير دولة فككي مؤسسات صغيرة تحتها كلها مفككي مثلها لأنه هيدا ناس المفككين بيصنعوا دولة مفككة صحيح وفي شغلة كمان كتير أساسية ما بدي هذا الموضوع أنا كتير بيعني لي بالصميم قصة الفنون ودورة بالمجتمعات ودورة بالدول بس أنه بتشوف الأزمات الاقتصادية أنا بقول الأزمة الاقتصادية قبل السياسية لأنه الأزمة الاقتصادية هي بتولد أكيد كل الفلتان والفساد بس ما هو كله يتبع ما هو هيدي مثل العفن بينتشر بشكل فظيع والعالم المشكله انه دائما بنحط انه الحق بس على الدوله بس ما هي المنظومه جايه من الناس والناس هي عم تتبنى ما هو لو ما تبنت ما كانت اخذت مداها كل هالسنين وبنشوفها بكل القطاعات صحيح. يعني مهم في الموضوع اذا في اعطيك مثل صغير عن هذا اللي اصدقائي عندهم بنتهم صبية يعني خلصت هندسة ارشتكتور هون او ديكوراسيون شيء من النوع وقررت تتخصص ظروف صعبة هون برا يعني تسجلت باسبانيا تسجلت ودفعت 2400 يورو تسجيلها والى اخره وعلى اساس بتروح وصارت هالفورة الثورة وتحمست البنت وصارت كل يوم تنزل سالو بوجه لها تحية وتحمست صارت كل يوم تنزل قبل السوار ساعة بده يتجمعوا خمسة تكون ساعة ثلاثة ناطرة هي على مطرح بساحة الشهداء وبشكل وحماس وحماس وما في أسبوع كانت اتصلت بالجامعة ورجعت طلبت استرداد المبلغ اللي بعتته وحصل استردته وكان الديسيبسيون وكانت الاحباط لما هلاك صارت اشياء ان شاء الله ان شاء الله بقى فيها تروح بقى فيها تسجل راح من عمرها سنتين زياده راحت هلا بتتجوز على كل يمكن هذه بعض الامثله اللي تعطينا صوره عن بعض ولدين اللي يقع فيها برشا مشاكل وهذا اكيد نحن ما بنحبوش يكون موجود ان شاء الله شبابنا قادر انه يغير إن شاء الله دائما التغيير نحن دائما يكون عنا الأمل إنه يصير تغيير نواصل